ففي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن عائشة وعن أبي قتادة وعن الربيع بنت معوذ وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم على الراجح، لأن بعض أهل العلم قال إنه اليوم التاسع، والصحيح أنه اليوم العاشر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه نبي الله موسى. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، يعني عاشوراء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن عشت إلى العام المقبل، لأصومن التاسع يعني مع العاشر، لمخالفة اليهود والنصارى. قال ابن عباس فلم يعش النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام المقبل، وإنما توفي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أيها الأفاضل أن نصوم التاسع والعاشر، ومن لم يصم فلا إثم عليه ولا شيء عليه، وهذا باتفاق علمائنا إن شاء الله تعالى. فلا تحرموا أنفسكم من هذا الخير ومن هذا الفضل. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.